السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي متابعينا في كل مكان. معاكم دكتور أحمد البربري، استشاري أمراض القلب. النهاردة هنتكلم على كيف تحمي قلبك. هل يا ترى كل منا يقدر يعمل أشياء تحمي قلبه من أمراض القلب؟ أيوه، في حاجات ممكن نعملها فتقينا من أمراض القلب، أو على الأقل تؤخر حدوث أمراض القلب وتساعد على الاكتشاف المبكر، وبالتالي ما يكونش فيه عندنا حاجة زي المضاعفات أو كده. إزاي نحمي قلبنا؟ نحمي قلبنا من أمراض الذبحة والشرايين التاجية والسكتات القلبية عن طريق إن إحنا نمارس الرياضة. ممارسة الرياضة مهمة جدا لحماية القلب، في من السكتات القلبية وأمراض القلب الوعائية والذبحة والجلطة وكده. طيب الرياضة دي الأفضل إن إحنا الرياضة نمارسها منذ الصغر عشان يبقى الفتنس بتاعنا كويس ونحافظ على الاستمرار في الرياضة. طبعا الرياضة اللي هي بيبقى فيها مبالغة في تكوين العضلات أو كده، كأنا كاستشاري قلب مش بفضلها. بنفضل الرياضة اللي هي بتطول النفس، الرياضة اللي بتحسن عضلات الجسم كله بتناسق عادي، الرياضة اللي هي دايما بقدر أعملها حتى لما بكبر في السن أقدر أعملها أو أقدر أقللها، بس أقدر أستمر على طول في ممارسة الرياضة. الرياضة مثلا لو حد مش بيمارس رياضة من صغره ممكن إن هو يبدأ يمارس رياضة، بس يكون رياضة زي المشي الهرولة اللي هو يعني المشي السريع شوية، قدر كل واحد قدر صحته وقدر الفيزيكال فيتنس بتاعه. فالرياضة دي مهمة جدا 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 في تحسين بطانة الشرايين، تحسين وظيفتها. وظيفة بطانة الشرايين دي مهمة جدا في الحفاظ على سريان الدم إلى القلب وإلى كل أجزاء الجسم. كمان من ضمن فوائد الرياضة إن هي بتفتح الشرايين الجانبية للشرايين التاجية اللي هي شرايين اللي بتغذي القلب، وده بتساعد في علاج أو في تجنب حدوث اللي هو جلطات الشرايين التاجي أو حدوث الذبحات القلبية. الرياضة مهمة جدا جدا جدا، لكن في مرضى ضعف عضلة القلب ما نعملش رياضة فوق المجهود اللي احنا عنده، ممكن القلب يخش في يتعب. يعني احنا بنمارس المشي او كده لغاية الحد بتاع النهجان فقط. الرياضة محبوبة أو محببة في حالات الذبحة، الشريان التاجي، وجلطات القلب. رقم اتنين طبعا البعد تماما عن التدخين. البعد تماما عن التدخين، بيفضل ان احنا بننشر الوعي الصحي والوعي الثقافي للشباب الصغيرين في مرحلة المراهقة ان هو يبعد عن التدخين تماما، بدل ما يخش في التدخين ويعتاد عليه كنوع من أنواع أو درجة من درجات الإدمان وبعد كده نقول له لا بطل تدخين. لا، يبقى التدخين إحنا النهاردة لما السادة المشاهدين كل واحد ياخد باله من أولاده، لو شباب صغير بيسمعنا يعرف إن التدخين ده يعني بيدمر الصحة ويسبب الوفاة، التدخين ده بيزود أمراض القلب، التدخين ده بيعلي الضغط، التدخين ده بيزود تصلب الشرايين، التدخين ده بيزود حدوث جلطات في كل أجزاء الجسم سواء في القلب أو في الدماغ أو يعني الشرايين الدماغية. فالتدخين ده وبالتدخين ده بيؤدي إلى قصور في الدورة الدموية الطرفية سواء بتاعة الساق أو الإيد أو كده. إن في أمراض بتتأثر جدا بالتدخين زي مرض اسمه البرجر ديسيز، ده إن هو بيبقى الأطراف بتبقى فيها أمراض، فيها مرض شديد في الشرايين الطرفية نتيجة التدخين. التدخين الأفضل إن أنا ما أقربش ناحية التدخين، بدل ما أنا أخش في التدخين وأقول أصل أنا مش قادر أبطل. التدخين مما لا شك فيه إن هو ضار، يعني ما فيش حاجة اسمها أصل هشرب سيجارة واحدة أصل
الإحساسك بالاحتياج للتدخين مش هيخليك تبطل أبدا، طول ما أنت متخيل إن التدخين ده بيعمل لك مود كويس أو إن هو بيقلل الاسترس، لا لا عمرك ما هتبطل. كل ما هتتوتر شوية هتضطر تدخن زيادة، كل ما هتفرح شوية هتضطر تدخن زيادة، هتشرب السيجارة دي مع فنجان القهوة ده، لا القطع التام، القطع التام عشان تحافظ على صحتك، عشان تحافظ على صحة المحيطين بيك اللي هم ممكن يتأثروا بالتدخين السلبي، عشان تحافظ على مستقبل أسرتك، ان انت لما تبطل تدخين هتحمي نفسك من أمراض القلب وأمراض الجهاز الوعائي كله بما فيه جلطات الدماغ وكده. فالتدخين ممنوع ممنوع ممنوع، وهو إذا كان يعني الأفضل إن إحنا مفيش حد يدخن منذ الصغر، والكبار اللي هو لازم تبطل دلوقتي، وخاصة لو أنت أصبت فعلا بذبحة أو جلطة في القلب أو سرعة في ضربات القلب أو ارتفاع في ضغط الدم. من الحاجات اللي ممكن نعملها عشان نحمي قلبنا إن إحنا نقلل الأكل اللي هو السمين، الأكل الدهون، أكل السمنة اللي هو الصناعية، الحاجات دي كلها غنية بالكوليسترول الضار، والكوليسترول الضار ده المفروض احنا نبعد عنه قدر المستطاع عشان ما يترسبش في الشرايين ويعمل تصلب شرايين ويعمل في الآخر ذبحة أو جلطة في الشرايين التاجية أو في شرايين المخ، وممكن يؤدي إلى الوفاة أو السكتات القلبية أو السكتات الدماغية. يبقى إن إحنا نظبط أكلنا بإن إحنا دايما الأكل الصحي أكتر هو حاجة اسمها الداش دايت اللي هو الفاكهة والخضار الطازج، دول بيفرقوا جدا في نوع الأكل وبيفرقوا جدا في الصحة العامة لما فيهم من حاجات مضادة للأكسدة وفيتامينز ومينرالز، الحاجات دي بتبقى مفيدة. يبقى أنا أبعد عن الأكل السمين، أبعد عن الأكل اللي فيه كوليسترول عالي، وإن أنا دايما أخليني في الخضار والفواكه الطازجة. والخضار والفواكه الطازجة دي وخاصة اللي ما عندهمش سكر بتبقى ممتازة جدا، وممكن ناكل فاكهة ليها قليلة السكر زي مثلا التفاح الأخضر أو الكمثرى أو كده للمرضى اللي ممكن يبقى عندهم سكر ويتأثروا بالحاجات العالية السكر. إيه كمان ممكن يحمينا من أمراض القلب؟ إن إحنا نحاول قدر المستطاع نلتزم بالدايت عشان ما نبقاش الوزن زايد، لأن الوزن الزايد ده بيبقى بيعمل عوامل خطورة على القلب والشرايين والأوعية الدموية كلها. من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي لازم نحترس منها عشان نقي قلبنا ان احنا نبعد عن التوتر والزعل والتفكير الكتير. ازاي هنبعد عن التوتر بالرغم ان هو محيط بينا في كل مكان؟ هنبعد عن التوتر قدر المستطاع، يعني الحاجة اللي هي غير مؤثرة في حياتنا وبتؤثر فينا بصورة سلبية ممكن نبعد عنها. لو الحاجات دي لا نستطيع البعد عنها بنبدأ نحاول نتأقلم بيها بطلب العون من الله سبحانه وتعالى. وممكن لو احنا خلاص يعني مش قادرين وكده، في بعض الأقراص اللي هي الحاجات الأدوية المهدئة أو مضادة للاكتئاب الدكتور بيكتبها ممكن تحسن المزاج شوية فتقلل. يعني الاسترس ده بيعمل ايه؟ بيزود ضربات القلب، بيزود ضغط الدم، بيزود تقلصات الشرايين، وكل ده بيبقى عوامل خطورة لحدوث الذبحة وحدوث الجلطات وحدوث السكتات القلبية وحدوث تضخم القلب. وفي النهاية ممكن الوقاية دي ان احنا نقي نفسنا هيحمينا كمان من الوصول الى تضخم في القلب وضعف عضلة القلب. من كمان من ضمن ان انا ازاي احمي قلبي، احمي قلبي ان انا في عوامل خطورة بعض الامراض مثل مرض السكري اللي هو مرض السكر وارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم والسكري دول بيؤثروا وبيزودوا نسبة حدوث امراض الشرايين التاجية والامراض القلب، وبالتالي لما احنا نكتشفهم مبكرا ونظبطهم بصورة دقيقة وبصورة مثالية ونبعد عن مثلا في الضغط بنبعد عن الملح الطعام اللي هو الصوديوم كلورايد عشان يقدر أدوية الضغط أو يقدر العلاج اللي احنا كاتبينه أو خطة العلاج تنجح في الحفاظ على ضغط دم مثالي. وكذلك السكر،
وكذلك في حاجة اسمها السيدنتري لايف، ان هو ان حد ما بيقومش بمجهود، قاعد مثلا راكب عربية، بيشتغل بالريموت، بيعمل كذا، ما بيهمش، ده بيبقى عرضة اكتر ان يجيله امراض. فلازم الانسان يقوم يشوف شغله، يخدم نفسه، يتحرك، زي ما قلت يمارس رياضة لو يقدر، ما يبقاش قاعد كده حياة مرفهة. دول عرضة اكتر لحدوث الشرايين التاجية والذبحة وجلطات القلب. كمان من العوامل التي لا يمكن تجنبها في حدوث القلب، أمراض القلب، السن. كل ما السن بيكبر بتزيد نسبة حدوث الذبحة أو الشرايين التاجية، ولكن ده طبعا بننصح ان انت كل ما السن يتقدم كل ما نبقى فرص ان احنا نروح للدكتور حتى من غير مرض خالص، عشان نعمل شيك اب دوري، عشان لو في حاجة نقدر نكتشفها مبكرا، عشان ما لا تؤثر بصورة مرضية، او ما يبقاش وصلنا لمرحلة مرضية. بنخلي الفترات الفحص كل ما السن يكبر كل ما الفترات تقصر. يعني انا لو سليم تماما وفوق الـ40 مفيش مانع ان انا اعمل فحص دوري كل 6 شهور مثلا، وحتى وانا مش مريض، لكن لو مريض هيبقى الفحص على فترات اصغر. وكل ما السن يكبر هبقى انا عارف ان نسبة حدوث امراض الشرايين القلب اكتر، وبالتالي هبدأ ان انا ازور الطبيب، وخاصة لما اعرف ايه هي الاعراض اللي بيجي بيها امراض القلب في البداية. ايه كمان ممكن بيحمي القلب؟ بيحمي القلب ان احنا نبدأ ان احنا نعمل كل فترة لازم نقيس الضغط، يعني من غير ما يكون احنا بنشتكي من الضغط. ولو احنا بنشتكي من الضغط وتعالجنا لازم يبقى فيه متابعة عشان نشوف ايه نتيجة العلاج، وهل الضغط مظبوط ولا مش مظبوط، هل السكر مظبوط ولا مش مظبوط، هل ممارسة الرياضة تمام كده، هل في مثلا لما نعمل تحاليل كوليسترول واللي هي الدهون الثلاثية، لما نيجي مثلا ممكن نعمل رسم قلب وموجات على القلب للإيكو، وممكن نعمل رسم قلب بالمجهود، وكل ده كوقاية، وكأن أنا أقدر أعرف إزاي أحمي قلبي. طيب السؤال الثاني، ايه هي الاعراض اللي ممكن تقول لي انا مريض قلب؟ المريض القلب ده ممكن يشتكي من ايه؟ يعني ايه الشكوى يا ترى؟ يعني هل هو ممكن يحس بحرارة ولا صداع ولا ايه بالظبط؟ الاعراض اللي احنا ممكن اي منا يبقى عارف ان هو لو اشتكى منها لازم يتوجه لدكتور قلب، او يشك في ذلك، او يتوجه لدكتور وهو الدكتور اللي هيقول له الأعراض دي: 1 النهجان، 2 آلام الصدر، 3 اللي هي السرعة أو اللخبطة في دقات القلب أو في ضربات القلب. في حاجات تانية؟ في حاجات تانية، بس دول أشهر 3 حاجات، هو زي ما اتفقنا كده ألم الصدر، النهجان، ضربات القلب الغير منتظمة أو السريعة أو البطيئة. المريض او مش المريض، حضرتك لو شعرت ان انت كنت مثلا بتطلع 3 ادوار سلم من غير ما تنهج، وفجأة او بقالك شهر او كده بتطلع 3 ادوار دول بتنهج، يبقى انت كده حدث عليك طارئ جديد، ده اسمه نهجان، ونهجان عند المجهود المعتاد. فده لازم تشوف ايه السبب، ايه اللي كان مخليك 100 100 وبتطلع مجهودك الطبيعي سواء دور او 2 او 3 او 10، ومرة واحدة مش قادر تقوم بالمجهود ده. فدي علامة او يعتبر هي اول علامة ممكن انت تاخد بالك منها، ان احتمال يكون في اصابة بالقلب. وخاصة برضو زي ما اتفقنا كل ما السن بيكبر كل ما انا بتوقع هذا. وبرضو في السن كل ما يكبر كل الفيزيكال فيتنس بتقل، يعني مثلا بيبقى في بعض الشيء من الخشونة في الركب، في العضلة، في المفاصل، بيبقى في بعض الشيء من الليونة بتقل شوية، الفيتنس بيقل شوية، كفاءة الرئة بتقل شوية، كل ده مع السن. فإحنا يبقى الحكم اللي أقدر أحكم بيه إن أنا لو شعرت إن أنا بقى يجيلي نهجان على مجهود أنا كنت معتاد عليه من غير ما يجيلي نهجان، أبدأ أشك إن أنا عندي
مشكلة في القلب، ومش هخسر حاجة أبدا لما أتوجه لدكتور القلب. طب هل كل نهجان هو مرض في القلب؟ لا مش لازم، يعني في أمراض في القلب بتعمل نهجان، وخاصة الأمراض اللي هي زي الصمام المترالي، زي ضيق الصمام المترالي، زي ضعف عضلة القلب، زي أمراض كل الأمراض الجزء الأيسر من القلب اللي ممكن بيعمل حاجة اسمها احتقان رئوي بتعمل نهجان. لكن ممكن يكون مرض في الرئة نفسها زي الحساسية اللي على الصدر أو اللي هي الربو، زي أي التهاب ممكن لما يكون في مثلا التهاب رئوي مثلا بيقلل جزء من الرئة ما بتبقاش بتشتغل فبيعمل نهجان، زي لو في حاجة زي كورونا ممكن تعمل نهجان، وغالبا لما يكون في وباء او كده وانتشار للكورونا، فانا لما الاقي حد جاله نهجان وما عندوش عوامل خطوره لحدوث القلب والنهجان ده وغير معلوم عنه انه عنده القلب وجاله نهجان مره واحده بعد دور برد، فانا اوتوماتيك لازم اشك دلوقتي في كورونا ونبدا نعمل له اشعه مقطعيه على الرئتين. في ايه كمان ممكن يعمل نهجان؟ النهجان ده اللي هو كلمة نهجان يعني صعوبة في التنفس، يعني يا اما معدل التنفس زايد يا اما معدل التنفس صعب. لكن انا كانسان ماشي عادي طبيعي لازم لو جالي نهجان ده لازم اتوجه للطبيب. ممكن حد تاني النهجان اصله درجات، فممكن واحد اللي اتفقنا ان هو بيطلع على الدور الثالث ما بيحصلوش بدأ كان عادي وبدأ ينهج، في واحد تاني بيبدأ وهو بيقوم بأقل مجهود بينهج، ده المفروض كان يتجه من الأول للطبيب، وفي واحد تاني وهو قاعد مرتاح بينهج، ده تبقى حالته أخطر. فكل ده فالنهجان ده علامة من علامات أو عرض من أعراض أمراض القلب. إيه عرض تاني من أعراض أمراض القلب المهم جدا؟ هو آلام الصدر. آلام الصدر دي علامة مهمة جدا وعرض مهم جدا، وممكن في بداياته يجي خفيف ويجي مجرد تقل أو عدم راحة في منتصف الصدر، ممكن يسمع في الظهر أو ما يسمعش، أو يسمع في الإكتاف، أو إن هو يجي في منتصف الصدر أو يجي في الدقن أو يجي في يسمع في الذراع الأيسر في الصابع اللي هو الصغير الأيسر، أو ممكن يجي في الذراع الأيمن، فله كذا حاجة اللي هو بتاع الذبحة أو بتاع هنسمي جلطات الشريان التاجي. فده طبعا ما استناش لغاية ما تبقى جلطة، لا لما يجي أي ألم مع المجهود حتى لو عدم راحة حتى كده مش هخسر حاجة أبدا إن أنا أروح للدكتور، عشان هو لو مجرد ذبحة وأنا عالجتها مش هخسر حاجة، أو كأن شيئا لم يكن، مجرد ما أخد العلاج ومجرد لو هو فيه أنت ممكن يكون العرض وجواك إصابة جامدة بس أنت لسه ما تعلمش، فبدل ما أنا أسيب الإصابة الجامدة دي تتحول لجلطة لا أنا ألحقها مثلا بقسطرة وركب لها دعامة كأن شيء لم يكن، يبقى أنت أكنك بدأت من الأول وجديد، وليه طبعا احترازات وإزاي ما يحصلش تاني وإزاي أقي نفسي عشان ما يتكررش تاني هذا الأمر. الألم اللي في الصدر ده علامة دايما إحنا بنقولها في الإعلام وكده عشان التثقيف، إن أي حد حضرتك بيسمعنا يعرف إن آلام الصدر دي علامة مهمة جدا عشان حضرتك تتجه للطبيب. هناك مش كل ألم في الصدر يكون ذبحة أو جلطة، ليه؟ لأن هو في أسباب متعددة لحدوث في أسباب متعددة لحدوث آلام الصدر. الأسباب المتعددة لحدوث آلام الصدر دي يعني مثلا لو شاب صغير أو شابة صغيرة عندها مثلا 18 سنة وجالها آلام في الصدر صعب إن تبقى ذبحة. ليه؟ لأن عوامل الخطورة فيها قليلة، عوامل الخطورة اللي هي الضغط والسكر، وأكيد مش بتدخن، أكيد مثلا ما عند يعني عوامل الخطورة في السن الصغير أقل من السن الكبير. فدي بنتوقع ان اسباب اخرى. ايه الاسباب الاخرى اللي ممكن تعمل الام بالصدر؟ ممكن اي التهاب في القفص الصدري من اول الجلد للعضلات للعظم للغشاء البلوري بتاع الرئه، ده كل ده لو حصل فيه اي نوع من انواع الالتهاب او نوع من انواع الخبطه او التروما او حد اتخبط او حادثه او كده هيعمل الام في الصدر وهي ليست ذبحه ولا جلطه.
ايه كمان ممكن يعمل الام في الصدر؟ اللي هو المريء والمعده، الجهاز الهضمي العلوي او الابر جي اي تي، ده لو جاء ممكن يعمل الام بالصدر وتشتبه مع الذبحه، ولكنها ليست ذبحه وهي مجرد مشكله في المعده او مشكله في المريء، وخاصه اللي هو الارتجاع في المريء، وده ممكن يعمل الام في الصدر. الالام في الصدر ساعات القلب اللي هو الالم بتاع الذبحه ممكن يجي بوجع في فم المعده، والمريض يتخيل ان هو مرض في المعده ولكنه مشكله في الشرايين التاجيه. ساعات تانية الجلطه بتاعت القلب بتيجي في صوره قيء مستمر، والقيء ده بيبقى عرض جهاز هضمي بالرغم ان المرض هو قلب. وليه بيحصل كده؟ لان هو القيء ده بيبقى لو الجدار السفلي للقلب بيبقى يعني على الحجاب الحاجز، وفي عصب، العصب ده لو استثار او كده ممكن يعمل اللي هو القيء ده، وبالرغم ان المرض مرض في الشرايين التاجية وفي القلب. اللي انا عايز اقوله ان الام الصدر، ان كل الناس اللي بتسمعنا لازم لو في اي مشكلة في حسيت بوجع في صدرك ايا كان، ما تقعدش انت بقى تقول اصل انا كان عندي برد فده برد، اصل انا كنت امبارح نايم على جنب الشمال وجنب اليمين لما بنام عليه بيحصل العكس. لا، مش هتخسر حاجة ابدا اما تروح للدكتور تكتشف الحاجة في بدايتها، ولو طلعت ما عندكش مشكلة في القلب خير وبركة، والمشكلة تعرف هي فين وتحلها. برضو ساعات بيجي وجع آلام الصدر ده ممكن يبقى التهاب في الجلد، التهاب في الجلد زي فيروسي زي الحزام الناري. الحزام الناري ده بيجيب آلام في الصدر وتبقى آلام مبرحة، وممكن تكون أشد أصلا من آلام الذبحة أو آلام الجلطة في القلب، وهي ممكن في أولها ما يبانش أي عرض في الجلد، يعني لا احمرار ولا فقافيق ولا 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 ولا، بتبقى الاول عبارة عن وجع، وبعد كده بتبدأ تظهر التغيرات في الجلد نفسه. من هنا نعرف ان لازم دايما يبقى احنا مركزين يعني ايه اعراض قلب، وخاصة الام الصدر، لانها بتفرق حياة او موت، لان ممكن الوجع اللي جالك ده يكون وجع جلطة وانت ما تعلمش، فلازم تتجه للدكتور هو اللي يقول. معانا تليفون استاذ عادل من اسيوط. ايوه، لو سمحت كنت عايز اسال سؤال بالنسبه للوالده. والدتي كانت عندها مشوار، عضله القلب ضعيفه شويه، وكانت بتاخد برشام الميه، ده كان عامل ميه على الرئه وجسمها نزل مره واحده يعني، وحته الاكل فيها الاكل ضعيفه شويه. المشي بتاعتها كويسه، والنهضه برضه خفت، الميه اللي على الرئه دي نزلت مع شرب البرشام اللي كانت تاخده بتاع الميه. دلوقتي قله النوم ما بتنامش غير كانت 4 ساعات. هل في حاجه بتساعد على النوم وحته الاكل برضه؟ هي الوالده عندها كم سنه؟ الوالده عندها كم سنه؟ 70 دلوقتي. وهي عضله القلب كم في الميه تعلم؟ هي عملت رسم قلب وعضله القلب كانت ضعيفه، ودخلت المستشفى عملوا لها حاجه. طب بص يا سيدي، هو اول حاجه في حاجات بتبقى على المريض، الحاجات اللي على المريض دي ان هو رقم واحد، مريض ضعف عضله القلب، رقم واحد يمنع ملح الطعام تماما، ملح الطعام اللي هو الصوديوم كلورايد، ملح الطعام الابيض. كلما منعت ملح الطعام كلما ترتاح، ومفيش يعني كل ما هتقلله انت هترتاح اكتر او المريض هيرتاح اكتر. رقم اتنين ما يملاش بطنه بالطعام، يعني مثلا لو هو مثلا هياكل ربع فرخة ياكلها على مرتين ثلاثة، يعني قصدي اقول هو ما قللش اكله لكن وزعه على فترات عشان ما يملاش معدته في وقت معين فقط. رقم ثلاثة ان هو يحافظ على نفسه جدا من حدوث التهاب في صدره، سواء التهاب شعبي او التهاب رئوي او اي التهاب، لان الرئة ما بتبقاش مستحملة لان بيبقى فيها احتقان، الاحتقان ده بيسهل حدوث الالتهاب وبيصعب الشفاء من التهابات الرئوية او التهابات الشعبية، والالتهابات دي بتزود حالة القلب او الاحتقان المتسبب من ضعف عضلة القلب.
ايه كمان بيبقى في ايدك انت؟ بيبقى في ايدك انك تزور الدكتور على فترات اقصر شوية، يعني بدل ما كنت بتروح له مرة كل شهرين ولا مرة كل شهر، لا تروح له اقصر شوية. الدكتور من هنا في ادوية، الادوية دي حضرتك معلومة لكل الاطباء، 1 2 3 4، وفي ساعات بعض الحالات ممكن بتتعالج بحاجة تانية غير الادوية، الأدوية اللي هي بتتاخد بالبق أو كده. في ساعات بنركب منظم لبعض الحالات، في بعض الأحيان ممكن نعمل مثلا صادم كهربائي لبعض الحالات. الحاجات دي كلها ممكن تبقى مفيدة لبعض المرضى. ممكن لو عرفنا سبب ضعف عضلة القلب، إذا كان في مثلا شريان تاجي أو كده وعالجناه، بيفتح الدنيا وبيحسن عضلة القلب. فلازم تروح للدكتور ولازم تلتزم بالعلاج، وهتروح له كل شوية، وانت بتروح له كل شوية الدكتور المفروض ياخد باله من الكلى، ياخد باله من الصدر، ياخد باله من الكبد في اطار ضعف عضلة القلب. معانا الاستاذة او الحاجة ام محمد. ام احمد. السلام عليكم. اهلا ام احمد. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. بقول لحضرتك كان عندي 60 سنة وباخد علاج الغدة، بس بتعمل لي نهكات كده وضربات القلب سريعة شوية. هي حضرتك البرشام اللي باخده 100 ده على الصبح بيأثر على القلب حضرتك؟ البرشام اسمه ايه؟ البرشام بتاع الغدة اللي بتبقى القمة بتاعتها 100 دي، باخدها الصبح على الرئة بتاعت الغدة دي. ماشي. هو عموما البرشام يعني عشان نظب الغدة بتؤثر على القلب، الغدة دي الدرقية. الغدة الدرقية بتؤثر على القلب. نعم، زيادة افراز الغدة الدرقية بيزود ضربات القلب. نقص افراز الغدة الدرقية زي اللي عند حضرتك ممكن يهبط ضربات القلب، وممكن بيؤدي الى زيادة في الدهون الثلاثية، فيؤدي الى حدوث شرايين تاجية. فانت عشان تظبطي الغدة بتاخدي الدواء اللي هو هرمون الثيروكسين ده، بتاخديه بالبق عن اللي هو 50 أو 100. طب انت ممكن الجرعة تبقى 50 أو 100 أو 150 أو 200، ده طبقا للتحليل. ما انا حضرتك هي باخدها 100، وبعدين لما لقيت ضربات القلب سريعة رحت للدكتور راح قال لي خليها 50. لما خليتها 50 لقيت الغدة، تحليل الغدة زاد شوية يعني. بقى اوحش يعني؟ لقيته لما قللت الجرعة لقيته زاد حضرتك. طيب هو في الاخر وقلبك ارتاح؟ لا والله يا دكتور، يعني لحد دلوقتي ضربات القلب بتصحيني من النوم، وبصحى عرقانة وبصحى يعني رجلي الشمال دي كأنه واقفة عليا كده، كأنه في عرق بيتشد منها كده وتعباني كده رجلي الشمال كده، وبتصحيني من النوم ضربات القلب والله يا دكتور. وبيبقى فيه عرق، العرق يعني مش ساقع يعني، بيبقى دافي كده. انت ما شاء الله عليك يعني كلامك كله منظم وشاطره. بص يا ستي، هو احنا احتمال عندنا حاجتين، يا اما يبقى الغده هي اللي مؤثره على ضربات القلب، او يكون عندك مرض تاني في القلب والغده دي اسوشيتد يعني بالصدفه. فإحنا لازم هنعمل برضو رسم قلب، ولازم هنعمل موجات على القلب، وممكن لو ضربات القلب مش واضحة في رسم القلب العادي أو في الفحص العادي بنعمل هولتر 48 ساعة نشوف إيه اللي بيحصل. يمكن يكون ضربات القلب دي بتبقى سريعة قوي أو بطيئة قوي وقت العرق وكده، ممكن. وممكن يكون الغدة هي المتسببة في ذلك، يعني الغدة افرازها انت مثلا بتاخدي جرعة كبيرة من الثيروكسين فزود لك العرق وزود لك ضربات القلب، ممكن. فده هيبان بالفحص مع تحليل الغدة، بعض الفحوص زي الصوديوم والبوتاسيوم، وبعض الفحوص زي صورة الدم، وبعض الفحوص زي الايكو ورسم القلب، وهنا هنقدر نعرف. بالنسبة للشد العضلي اللي بيحصل لك ده ممكن نكشف بطنة، إذا كنت بتاخدي مدرات بول فبتعوضي بكالسيوم ومغنيسيوم وكده، إذا كان لأ بتشوفي حد بطنة بيقدر يعرف السبب. معانا الأستاذة أم مصطفى. السلام عليكم. أهلا وسهلا. سلام ورحمة الله وبركاته. يا دكتور أنا بس بيجيني نهجان على طول، نهجان على طول في القلب، وعندي انزلاق في الصمام وضغط ده على طول واطي، وبيجيني بجاتني الازمه دي بالليل وبتجيني كل فتره كده. يعني انت عملتي اشعه ورسم قلب يا حاجه؟ عملت قبل كده. ايوه. قالوا لك عندك ايه؟
عندي انزلاق في الصمام والانيميا وكده، وانزلاق في الصمام، عندي تنميل على طول في الايدين. انزلاق في الغضروف ولا في الصمام؟ في الصمام. ما فيش حاجة اسمها انزلاق في الصمام، ارتخاء. الأشعة المقطعية الدكتور قال لي كده، يعني قال لي الأشعة المقطعية غالبا انزلاق في الغضروف. لا في الصمام قال لي، مش عارف، وانا تجيني شكة في الناحية الشمال على طول يا دكتور. طب وعلم في العظم الصدر دلوقتي بقاله، يعني يروح ويجي، بس دلوقتي النفس على طول يكرش معايا كده على طول. عندك كام سنة؟ يبقى شديد، مرات يبقى بطيء. عندك كام سنة؟ 35. 35 بس؟ 35 سنة. عندك ضغط أو سكر؟ ضغط واطي باستمرار يا دكتور والله. في سكر؟ طب بصي يا حاجة، هو حضرتك اعملي حاجة اسمها، عندك مشاكل في صدرك بتاخدي بخاخات أو كده؟ عندي ألم، يعني نسبة حساسية بسيطة. من صغرك؟ منذ صغرك؟ طب بصي يا حاجة. لا بعد ما كبرت يعني. ماشي، هو بس أنا هستأذنك، هنعمل حاجة اسمها موجات صوتية على القلب اللي هو الإيكو، احتمال يطلع عندك صمام في سنك ده، احتمال روماتيزم ولا حاجه، وبناء عليه هنقدر نحدد هل انها جاء من القلب ولا من الانيميا ولا من حاجه تانية. ال 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 يعني المسميات ممكن حضرتك بس بيشتبه عليكي الانزلاق من الارتخاء من الحاجات دي، فاحنا هنستاذن حضرتك هتعملي موجات صوتيه على القلب اللي هي الايكو، ممكن نعمل كمان رسم قلب، وبناء عليهم هنحكم هنعالجك ازاي او انت اصلا عندك ايه. تحت امرك يا ام مصطفى. معانا الاستاذ خالد. يا دكتور ازيك يا باشا؟ ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. عندي سؤالين بعدين لحضرتك. اول سؤال، اول سؤال ده عضله القلب يا دكتور اللي هو الكارديوميوباثي، هل هو وراثي وايه اسبابه وكيفيه الوقايه منه؟ أيوه. ده سؤال اولاني. سؤال تاني يا فندم بقى، زياد مستوى البوتاسيوم في الدم، هل ده مفيد لعضله القلب ولا لا؟ ده انت بتسال اسئله يعني طبيه بحته. حضرتك دكتورنا الكبير وفي دماغنا مفيد يا دكتور. فوق راسي. منتظر الاجابه يا فندم. السلام عليكم. السلام عليكم. بص يا سيدي، انت بتقول كاردوميوباثي، فانا ما اعرفش هل انت شغال في مجال الطب ولا انت بتحب يعني ايه المعلومات الطبيه. الكاردوميوباثي طبعا له اسباب متعدده. اسبابه المتعدده يعني في حاجه اسمها ايه؟ كاردوميوباثي بالعربي يعني ضعف في عضلة القلب، كارديو يعني قلب، مايوباثي يعني عضلة قلب، اثي دي يعني بايظة، فعضلة القلب الضعيفة او اللي مش سليمة دي ليها اسباب متعددة، منها بسهولة كده سبب اسمه نتيجة الذبحة او الجلطة، بيبقى اسمه اسكيميك كاردوميوباثي اللي هو ضعف في عضلة القلب نتيجة الشريان التاجي او نتيجة قصور الدورة الدموية التاجية، وده بيبقى هو بيحدث نتيجة إهمال في علاج الذبحة زي ما أنا اتفقت معاك كده. لو جالك وجع في صدرك وما لحقتوش، ممكن في يجيلك جلطة وتقلب بضعف في عضلة القلب، وكده احنا مش كويسين ولا احنا منعالجين كويس وانت اتأخرت في العلاج، بس برضو ليه علاج. ده بيبقى الحاجة اللي هي الوراثية فيه ان الذبحة اصلا فيها جزء منها بيتنقل في العائلات، لكن ما هيش وراثي بصورة مطلقة. في سبب أخرى لضعف عضلة القلب؟ نعم، في حاجة اسمها ترهل عضلة القلب، إن هي عضلة القلب بيبقى واسعة أو كبيرة أو متسعة، اسمها دايليتد، يعني دايليتد كاردوميوباثي ده بيبقى العضلة كبيرة وبتبقى ضعيفة بدرجات متفاوتة. احتاروا فيها قالوا ايه السبب، فقالوا ان معظم السبب اسمه ايديوباثيك يعني غير معلوم السبب. طب ايه اللي ممكن يكون عمل كده؟ قالوا ان احتمال يكون التهاب فيروسي، التهاب فيروسي عمل مايوكاردايتس، عمل التهاب في العضلة، التهاب في العضلة يا يخف تماما وكأن شيء لم يكن، يا اما يسيب اثر في صورة الترهل والضعف ده. وهو ده برضو ما فيش فيه وراثة، بس بيبقى اي مرض فيه استعداد جيني، بس مش لازم وراثه، يعني مثلا الوالد لو عنده دايليتد كاردوميوباثي، لا، في انواع بتبقى وراثه من دايليتد كاردوميوباثي، لكن هو الفيرال ده جاله التهاب وجاله. في امراض اخرى بتعمل اللي هو ضعف عضله القلب وراثيه بقى، زي حاجه اسمها الهوكم اللي هو الهايبرتروفيك كاردوميوباثي او هايبرتروفيك اوبستراكتيف كاردوميوباثي، ده فيها وراثه وش كده بتتورث على جين، محمولة على جين، ودي بتبقى في حالات معينة. المهم هو ضعف عضلة القلب بنقدر ان احنا
نعرف يعني ايه وايه سببها، وطبقا للنوع في انواع كتير، في حاجه اسمها الكومباكشن نون كومباكشن كارديوميوباثي، انواع كتير، وفي حاجات بتيجي مع العضلات زي ما في ضعف في العضلات الاسكليت العامه بيجي ضعف في عضله القلب. البوتاسيوم مؤثر جدا، السؤال الثاني معلش، السؤال الثاني، البوتاسيوم مؤثر جدا على القلب طبعا، زياده البوتاسيوم فوق النسب معينه ممكن توقف القلب، ونقص البوتاسيوم عن النسب الطبيعية بيسرع جدا ضربات القلب، وطبعا ده خطر المفروض يظبط في مكان معين. فده يبقى اتمنى ان انت تكون استفدت من اجابة السؤالين بتوع حضرتك. معنا تليفون تاني. الو استاذة عبير. الو استاذة امل. ايوه استاذة امل، بعد اذن حضرتك يا دكتور ممكن اسأل حضرتك على سؤال؟ ممكن قوي. انا عند حضرتك، انا عندي 39 سنة وعندي في الجنب الشمال دي بقالي حوالي سنتين كده بحس ان في تقل كده في جنب الشمال. ايوه. رحت للدكتور قال اداني حاجات كده بتتشفط في يعني بخاخه كده يعني اسحبها على صدري، حست ان انا صدري وجعني اكتر من الاول. ايوه. رحت عملت ايكو على القلب، قال لي انت كان عندك وانت صغيره الروماتيزم وعندك التهابات خفيفه في جنب الصدر كده، التهابات وروماتيزم على الصدر كده، بس القلب معلش حاجه. انا بقى يا دكتور دلوقتي حاسه ان انا عندي تقل في الجنب كده، بس بنمل خفيف يعني في دراعي ووجع خفيف كده في جنب الشمال، انا خايفه مش عارفه اعمل ايه حضرتك. طب خليكي معايا، انت بيجي لك كحه؟ لا. صدرك بيصفر او بيزيق كده بالليل تسمعيه؟ لا. طب لا. ماشي ماشي، يبقى هو قصة البخاخات دي ملناش دعوة بيها. هنخش بقى على قصة القلب. انت شكوتك الرئيسية ألم في صدرك؟ يا حاسة بتقل كده خفيف بس يعني مش بيجي مع يعني المجهود يعني. ولا بيجي وانت مرتاحة؟ لا وانا قاعدة كده يا دكتور حاسة ان في تقل كده. عندك ضغط يعني او سكر؟ لا بس انا ساعات في ايام محددة كده بحس ان ضغط بيوطى في ايام كده. الوالد او الوالدة عندهم شريان تاجي، قسطرة، ذبحة؟ لا والدي كان عنده الله يرحمه يعني كان عنده حساسية في صدره. ماشي. طب هنا يا فندم بس يعني انت اعتقد ان الالم ده مش الم واضح للقلب، وانت ما عندكيش ضغط ولا سكر، وباباك ومامتك كويسين الحمد لله، مش ما عندهمش ذبحه، بس احنا نطمئن اكتر بعمل موجات صوتيه على القلب واضحه، لان انا يعني الروماتيزم في القلب اللي هو الصمام المترالي مش هيعمل وجع، ممكن الصمام الاورطة لو ضيق هيعمل وجع، فلازم اعرف بس ايه الايكو فيه ايه، ورسم القلب هنشوف بيه اذا كان فيه تغيرات لذبحه او كده ولا لا، وممكن تعملي تحليل كوليسترول نشوف الكوليسترول اخباره ايه. يعني انا مش عايزه اقطع حضرتك، انا حاسه انا اليوم دي وزني زاد شويه. في الوزن زاد شويه، بس انا الوجع دي يا دكتور حاجه تكون بتضرب في القلب ولا يعني يكون وجع عادي؟ هو الايجو ثبت لي ان ده قال لي ان انت عندك شويه التهابات في الرئه الشمال. الايكو قال لك في الرئه الشمال؟ ولا في القلب؟ لا مش قال لي في القلب، قال لي الرئه الشمال. اصل الايكو على القلب. ايكو على القلب، قال لي الدكتور قال لي ان الحته دي كلها التهابات على في الرئه الشمال، لكن القلب ما فيش حاجه، بس انا عايزه اتاكد من حضرتك هو الكلام ده صح ولا ايه يا دكتور؟ ان شاء الله نامل ان القلب ما فيش فيه حاجه، بس بعد ما نعمل انت طبعا واضح ان انت مركزه زياده عن اللزوم. فالتركيز زياده عن اللزوم ده بيبقى متعب شويه، يعني انت ايه بتبقي خايفه، بتبقي بتفكري كتير كده، فحاولي تهدي نفسك وتعملي زي ما بقول لك كده موجات على القلب، واعرف مفيش حاجه اسمها اعمل موجات على القلب اقول له ده الرئه الشمال، اشمعنى الشمال مش ليه مش اليمين يعني؟ فده يبقى نعمل موجات على القلب ورسم قلب عادي، واذا طلعوا الاثنين دول سلام وانت صحتك كويسه اعملي رسم قلب بالمجهود عشان نقفل هذا الامر، لان واضح ان انت خوافه شويه تحت امر. معانا تليفون تاني. استاذ صبري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بالنسبه انا عندي كنت متعالج من ناحيه القلب. تقول ايه؟ متعالج بناخد علاج القلب. تاخد علاج القلب ماشي. كنت تعبان وعملت قسطره وبتاع. عملت قسطره وعملت دعامات؟ لا جيت رحت القاهره عشان نرقب نعمل قسطره ثانيه ونرقب دعامات، قال لا ما تستاهلش ما تستاهلش تعمل الدعامات. قال لك ايه يا باشا؟ قال لك انت سليم ولا قال لك ان انت محتاج جراحه؟ قال لي لا انت كويس يعني ما تروحش دعامات يعني. قال لك انت سليم يعني. قال انت هتمشي على علاج يعني. عندك ضغط او سكر؟ لا. عندك كام سنه؟ انا عندي 58. طيب ايه شكوتك؟ ايه اللي عايز تقوله؟ في عندي العلاج اللي بناخده
في كبسين كده اللي هي خضره خضره زرقاء في بيضه كده الشرب يعني ب 5 جنيه اللي هو بتاع عضله القلب. المطلوب لما نيجي ناخد العلاج بيعملي تنميل في وشي كده. طيب بص حضرتك، يعني انا المفروض اعرف القسطره طلع فيها ايه؟ بناء على كلامك انك بتقول القسطره سليمه، لو انت ما عندكش ضغط ولا سكر ولا كوليسترول والقسطره سليمه فانت ما عندكش القلب، الا اذا كان عندك ضغط وسكر وكوليسترول فهنعتبرك ان انت الشرايين الصغيره هي اللي تعبانه وتاخد علاج الذبح، لكن لو انت لا ضغط ولا سكر ولا كوليسترول والقسطره سليمه عايز قلب ليه؟ طيب ممكن يكون في حاجه في القلب عن طريق الايكو، يكون العضله ضعيفه، يكون في صمام، فالايكو اخباره ايه؟ الايكو اخباره ايه؟ رسم القلب ممكن يكون ضربات القلب بطيئه او سريعه او ملخبطه، فاحنا محتاجين نعرف رسم القلب شكله عامل ازاي. ولو انت بتدخن طبعا لازم تبطل ولا ايه؟ معانا تليفون تاني استاذه اسماء. الو، ايوه ازي حضرتك يا دكتور؟ تمام. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ تحت امرك. هو انا بابايا عامل عمليه قلب مفتوح وعنده المكان العمليه بتنمل لحد دلوقتي، هو بقاله سنه عامل العمليه. ايوه. فكنت عايزه اعرف ده طبيعي ولا يروح يكشف حاجه؟ لا، هو عامل عمليه قلب مفتوح ايه؟ صمامات ولا شرايين تاجيه اللي هو الترقيق؟ شرايين تاجيه. طيب هو الشرايين التاجيه طالما مفيش الم في الصدر، مفيش الم في الصدر ولا نهجان، فممكن يكون التنميل ده مع فتحة الصدر كده بقى عصب مش عارف ايه كده كده، فممكن ياخد فيتامين بي ولا حاجة والامور تبقى كويسة من غير قلق. بس هو كده كده اللي عامل جراحة قلب مفتوح تغيير شرايين لازم يتابع، بياخد دواء كوليسترول، بياخد دواء اللي هو مضادات السيولة، بياخد ادوية يعني. لكن بالنسبة للتنميل ده في حاجات ممكن تعالج، لو هو التهاب عصب، لو هو عصب مجروح صغير بقاله سنة المفروض يعني يبقى كويس، بس حاجة ما تقلقش. تحت أمرك. ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ أمور يا أم علاء. لو سمحت حضرتك يا دكتور، أنا عندي 60 سنة بالظبط، الحمد لله رب العالمين. طيبة. بس أنا إيه بعمل، عملت كشفت والدكتور قال لي اعملي صورة دم. أيوة. واعملي وظائف كبد، والمهم عملت طلعت نسبة الكوليسترول عندي عالية. عندي عالية نسبة الكوليسترول. أيوة. وبعد كده الألم عملت وظائف كبد ووظائف كلى، أنا مش هاخد علاج ضغط ولا سكر. شاطر. بس العظم بتاع جسمي كله بيوجعني بطريقة لا تتخيلها. بيوجعني بألم صعب خالص، ولما عملت إشعة رنين قال لي عندك كمية دهون على الكبد. أيوه. ماشي يا دكتور، أمسك إيدك. أنا عايز أسألك سؤال، أنت كنت رايحة تكشفي ليه؟ أنا بكشف ليه؟ عندي ألم فظيع في جنبي. جنبك ولا جسمك كله؟ لا، في الأول هو جسمه كله، بس الألم اللي مركز خالص في جنبي. طب انت كشفتي عرفتي ايه سبب الالم اللي في جسمك كله؟ هشاشه عظام، مرض في المفاصل؟ كوليسترول عالي. كوليسترول مش هيعمل وجع في جسمك كله؟ لا، ده اللي نسبه الكالسيوم في العظم. ايوه شاطره شاطره. نسبه الكالسيوم في العظم مش عايزه تنزل، او هي مش عايزه تطلع. مش عايزه تطلع. طب ما دي ظبطيها، يعني قصه الوجع اللي في جسمك كله ظبطيه. بالنسبه بقى بيجي لك الم في صدرك غير نوع الوجع اللي في عظمك، ده قصه تانيه. عندك قلتي لي ضغط وسكر صح؟ قلتي ما عندكيش ضغط وسكر. فحضرتك بس هتعملي رسم قلب وايكو على القلب، هنشوف بيه ايه اللي بيحصل في قلبك ده وبناء عليه نحدد. لكن لازم انت في الاثناء دي تعالجي عظمك، هتاخدي كالسيوم، هتاخدي حاجه مضاده للالتهاب مع دكتور العظام، وتشوفي اخبار الكلى، اخبار الغده الجار درقيه، الحاجه دي كلها مهمه عشان تعرفي ليه الكالسيوم قليل. تعرض نفسك للشمس، تاخدي فيتامين د، بس ده عن طريق دكتور مختص في العظام. تحت امرك يا استاذ. ازيك يا ام مصطفى؟ السلام عليكم. اهلا وسهلا. لو سمحت يا دكتور، انا كنت بشتكي من عضله القلب ضعيفه. فعملت رسم قلب عضله القلب ضعيفه، وعندك هبوط في الدوره الدمويه. ايوه.
فدراع الشمال بشتكي بيه دايما كده السمل جامد يعني، ما بقدرش اتحكم بعد امسكها، وممكن دماغي من ناحية الشمال دي برضه نفس النظام. عندك كام سنه يا ام مصطفى؟ 33. 33 سنه. ومين مين قال لك ان عندك ضعف عضله القلب؟ عملتي اشعه يعني؟ دكتور عملت ركنه. ما عملتيش ايكو؟ لا ما عملتش. طب انت بيجي لك نهجان ولا بيجي لك ايه؟ بيجي لي نهجان، ده انا ممكن ابقى نايم على المخده واسمع ضربات القلب على المخده كده. طب لازم تعملي ايكو يا استاذه ام مصطفى، موجات صوتيه على القلب، ايكو منها تعرفي العضله اخبارها ايه، صمامات اخبارها ايه، هل في مثلا اي مشكله في تكوين او تركيب القلب، الدنيا ماشيه ازاي، وبناء عليه هنحدد انت اصلا عندك ضعف ولا ما عندكيش ضعف. ممكن يكون ضربات قلبك السريعه دي ارهاق او قهوه زياده او انيميا او في صمام او او او، فلازم نعمل موجات صوتيه ورسم قلب وبناء عليه نقرر انت عندك ايه اصلا. وطبعا الوقت بيعدي بسرعه، وفي نهايه الحلقه احب بس انوه تاني كل الناس اللي بتسمعنا ان انت عشان تحمي قلبك رقم واحد تبطل تدخين، ممارسة الرياضة، ان احنا نبعد عن الكوليسترول، ان احنا السكر والضغط نظبطهم ونحاول نكتشفهم قبل ميعادهم، يعني مش لازم استنى لما يجي ضغط وسكر، لو اي عرض اروح ابحث عنه. الاكتشاف المبكر للذبحة عن طريق ان انا اي الم في صدري اتجه للطبيب، لو في نهجان غير معتاد اتجه للطبيب، لو في ضربات قلب مش مظبوطة اتجه للطبيب، وفي النهاية ان صحتك تهمنا جدا، ونتمنى انك تلتزم بكل الكلام اللي بنقوله عشان تعيش حياة افضل. شكرا جزيلا، والى لقاء اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.